السلام عليكم معكم اخوكم احمد بلوشي مرحبا بكم في اول فيديو من سلسلة احمد قيم اللي اقيم فيها توزيعات لينكس فاول توزيع بقيمها هي منجارو فزي ما من شايفين انا مثبت منجارو على فيرت مانجر اللي هو برنامج يتيح لك تثبيت الانظمة كانظمة افتراضية او انظمة وهمية فيرتشوال ماشين وخلوني كمان اكبر الشاشة واخليها 1080 في طريقتين انك تخلي الشاشة 1080 واحدة عن طريق الكوماند لاين واحدة عن طريق يعني مثلا القوي الكوماند لاين اللي هو موجه الأوامر للي ما يعرف فخليني أوريكم الطريقة الأولى اللي هي مثلا عن طريق الواجهة المستخدم كل اللي عليك تسويه تروح الـ settings أو الإعدادات تفك الإعدادات تروح لـ تروح تختار الـ دقة الشاشة حقتك أنا دقة شاشتي ألف وثمانين فاللي هي فل اتش دي فخلينا نضغط ابلاي فزي ما شايفين صارت 1080 فتحنا موجه الاوامر نض... ندخل امر اكس راندر ما يكون مثبت مص... مسبقا انت لازم تثبته بنفسك على حسب توزيعاتك ولكن هو تقريبا 99% في كل التوزيعات مثبت مسبقا فزي ما انتم شايفين لما دخلنا امر اكس راندر جاب لنا كل هذه الريزولوشن اللي نقدر نشغلها على شاشتنا فكل اللي علينا نسوي انه يعني مثلا ندخل كمان اكس راندر مره ثانيه ونضغط داش اس ونختار الدقه حقتنا نضغط كنترول سي كنترول شيفت سي كنترول شيفت في للنسخ فندخل فزي ما شايفين ما سوى شيء لانه احنا مختارين هذه الدقه اصلا فلو مثلا نبي نختار دقه ثانيه نختار 1720 1720 720 معليش اللي هي اتش دي كل اللي علينا نسويه ننسخ الدقه ونلصقها هنا فزي ما شايفين انا مختارها وناسخها فخلينا نلصقها الحين لصقتها مرتين فندخلها فزي ما شايفين اتغيرت الدقه عندنا بس نقدر نرجع نحطه 1080 ونكمل وعلى فكره نظام منجارة هو نظام او توزيعه مبنيه على توزيعه ارتش لينكس واللي هي التوزيعه اللي موجهه او يعني تصميمها او فكرتها انه تعطيك الحريه الكامله في تثبيت برامجك انت يعني مثلا هم بس يعطوك الاساس انت تبني الواجهة المستخدم بنفسك انت تختار التعريفات حقت الاجهزة بنفسك يعني مثلا لو انت ما حملت تعريف مثلا الكاميرا لو انت عندك لابتوب الكاميرا ما حتشتغل فهذا يعني شيء ممكن يكون ميزة انه امان اذا انت ما تستخدم الكاميرا او يعني مثلا انت لازم تحتاج تسوي هذا الشيء عشان تشتغل الكاميرا او تحمل او معليش تحمل التعريف حتى تشتغل الكاميرا معك فعلى فكرة هذه نسخة إف سي اي من توزيعة منجارو فلو تروح الرابط منجارو سلاش داونلود حتجيك هذا الصفحه واول نسخه تجيك اللي هي الاكسل سي اي فزي ما انتم شايفين في نسخه ثانيه اللي هي نسخه بلازما وكمان في نسخه جنوم وهذه النسخه الافيشل او النسخه الرسميه اللي هم يعني ينزلوها كل كل فتره وفتره بس المجتمع حق منجارو كمان سووا نسخ ثانيه فلو تروح مثلا اديشنز كوميونتي فزي ما انتم شايفين في نسخ ثانيه في بجي زي ما انتم شايفين نسخه سطح مكتب بجي وسينمن زي ما انتم شايفين هنا وكمان اي 3 اللي هو ويندو مانجر او مدير نوافذ وعلى فكره اذا ما تعرف يعني ايش الفرق بين اسطح المكتب ومدير النوافذ سويت فيديو تقدر تشوفه حيحط لكم رابطه هنا ولا هنا ما ادري فين حتطلع الرابط فتقدر تضغط هناك وتروح تشوف انواع سطح المكتب، وإذا كمان أنت بتسمع إنه أنا بقول توزيع توزيع وما أنت عارف إيش يعني كلمة توزيع، سويت فيديو يشرح لك توزيعات لينكس، فكمان حط لكم رابطه وعلى فكرة ما في فرق بين يعني مثلا لو اخترت انت مثلا نسخة اكس سي اي على نسخة كي دي اي ما في فرق بس حيكون الفرق في سطح المكتب فخلونا نلقي نظرة على النظام فزي ما انتم شايفين هنا يعني حط فزي ما انتم شايفين هنا حاطين يعني برامج يعني انت مثلا ممكن تستخدمها كثير اللي على لينكس دائما استخدموا التيرمينال فهي اول شيء والفايل مانجر او مستكشف الملفات هو براوزر في هذه الحالة هو فايرفوكس وهنا هذا ايميل ريدر فهذه هي الفيفوريتس او يعني مثلا المفضلة وريسنتلي يوزد هذه اخر البرامج اللي انت استخدمتها وأول هنا تقدر تشوف كل البرامج اللي على هذه التوزيعة فزي ما شايفين يعني ما هي برامج كثير لانه انا دوب مثبت النظام فزي ما شايفين يعني تقريبا مشابه بشكل كبير ل ويندوز او ويندوز 7 بالذات يعني واللي هو في نظري افضل نظام ويندوز نزل او سوته مايكروسوفت وزي ما شايفين فتحنا الاعدادات هي مثلا زي ما شايفين مره يعني بسيطه وكمان يعني لو تبي تغير يعني مثلا في الشكل تقدر تيجي هنا تغير الابيرنس هذا الستايل مثلا اللي هو الثيم تقدر مثلا تختار مثلا نقول ادواتا دارك فزي ما شايفين غير لنا الثيم على طول وزي ما انتم شايفين يعني تغير الثيم في كل محل يعني مثلا لو افتح مستكشف الملفات تشوفوه يعني اتغير الثيم فيه فلو يعني مثلا مره ثانيه بغير الثيم اجي اضغط على الثيم وحيتغير زي ما انتم شايفين في كل محل هذا الميزه في هذه الميزه الكبيره في نظام لينكس ككل يعني او توزيعات لينكس بالكامل انه يعني يتيح لك الحريه في تخصيص النظام بشكل جدا كبير فلو مثلا نقول انت تبغى ثيم ادوات دارك بس مو عجبتك الايقونات تيجي هنا على الايكونز تختار مثلا هذه الايقونات فزي ما انتم شايفين تغيرت الايقونات معانا مره ثانيه ولو مثلا نقول نختار ايقونات جنوم مره عجبتنا تغير ثاني ومثلا لو نقول انك تبي تغير الخط تقدر تختار اي خط هنا وحيتغير معاك فهذي كيف مثلا ممكن تخصص نظامك على توزيع لينكس فلو مثلا بتغير تغير شيء هنا انت مثلا تقدر تضغط على البانل او تيجي هنا على اعدادات تقدر تغير زي مثلا تبغى يعني فيرتيكال يعني يعني افقي او مثلا ديسك بار زي ما نشوف يعني زي ما انتم شايفين يعني تقدر تخصص كل شيء في نظامك ولكن انا هخليه زي ما هو ولو مثلا تبغى تغير شاشه القفل اللي هي اللايت دي ام هو برنامج لازم تدخل السودو باسورد فزي ما انتم شايفين هنا يعني تقدر تجي تغير الثيم ل لشاشه القفل اللي تيجي تسجل فيها دخول اول ما تشغل التوزيع ولكن انا هخليه زي ما هو لانه انا بس بستعرض هذا هذا النظام معاكم ومن الاشياء اللي يعني تقهرني في توزيعة منجارو اللي هي متجر التطبيقات اسمه اد ريموف سوفت وير يعني في اغلب توزيعات لينكس البرنامج اسمه مثلا سوفت وير سنتر او سوفت بس او ستور او شيء زي كذا بس ليش يعني اد ريموف سوفت اللي هو مثلا يعني اضيف او امسح البرامج المفروض يسمى يعني مثلا متجر برامج او شيء زي كذا فهذا الشي يعني ما يعجبني في توزيعة منجارو لانه اول ما استخدمت منجارو وكنت جديد على يعني انظمة لينكس وتوزيعات لينكس يعني قعدت يمكن عشر دقايق ادور على برنامج متجر التطبيقات واللي هو يعني شيء مهم لاي شخص مثلا بادي في لينكس لانه هو ما يعرف يستخدم ممكن الترمينال فافضل طريقة انه يحمل التطبيقات عن طريق برنامج الستور فاذا كان برنامج ستور ما انت عارف شو اسمه هذه يعني مصيبه او اسمه مو سهل يعني هذه مصيبه فزي ما شايفين هذا برنامج الستور اللي مو عاجبني اسمه فتقدر تبحث عن البرامج عن طريق فئات زي ما شايفين كاتيجوريز فلو تبي تبحث برامج يعني للصور والفيديوهات تقدر تضغط هنا وتجيك هذي البرامج فزي ما شايفين من البرامج اللي موجوده جيمب وحتى مثبت تقدر تمسحه بس انا هخليه لانه نظام افتراضي فا جيمب هو برنامج زي فوتوشوب زي الفوتوشوب معليش وهو يعني فيلو يعني اغلب الميزات اللي موجودة في الفوتوشوب فاذا انت ما عجبك الفوتوشوب او ما تبغى تدفع يعني الرخصة حقت ادوبي جيمب مرة خيار ممتاز واذا انت كمان كنت جاد في يعني مثلا تصميم الثري دي بلندر هو افضل برنامج يستخدم حتى في الافلام وحتى في الالعاب اغلب البرا- اغلب افلام الانيميشن او كلها يمكن تستخدم بلندر فكلنا نعرف افلام بيكسار وديزني المشهوره اللي هي انيميشن كلهم او اغلب افلامهم تستخدم بلندر فاذا هم يستخدموا بلندر انت ليش ما تستخدمه اذا انت كنت جاد في 3 دي ديزاين فبرنامج جدا جميل وكمان يعني من برامج تشغيل الفيديوهات مثلا زي في سي عندك سيلولويد على ما اظن يمكن نطقت اسمه صح فهذه مثلا برامج يعني مثلا الصور والفيديوهات اذا تبغى مثلا شيء للاوديو والميوزك تجي هنا فهذا برنامج يعني للتعديل على الصوت اللي هو يعني مبني على اوداسيتي او هو يعني مشتق من اوداسيتي لو تيجي مثلا هنا تبحث عن برامج للبرودكتيفيتي للعمل او شيء زي كذا فتقدر تبحث عن البرامج حتى كمان في العاب لو تيجي هنا الالعاب هذه مجانيه ومفتوحه المصدر زي مثلا لعبه زيرو او دي اللي هي مثلا تشبه كلاش اوف كلانز على ما اظن او اللي بشكل جدا كبير تشبه لعبه ترفيان اذا تذكروها اللي يعني مثلا كان من زمن الطيبين لعبة تروفيان فهذه زيها تبني يعني قريتك ويعني تضبطها وتحميها في ألعاب كثير تغيرها يعني مثلا زي لعبة دوم ممكن تلاقيها هنا دوم القديمة مو الجديدة طبعا فزي ما شايفين هذه الألعاب وحتى كمان في يعني مثلا محاكيات زي هذا المحاكي محاكي الجيم كيوب والوي وهذا دوس بوكس محاكي لأنظمة جدا قديمة كانت تسمى بدوس واللي على ما أظن هي كانت بداية ويندوز إذا ما خاب ظني يعني الاستور مره يعني كامل من ناحيه التطبيقات ويعني ارتش لينكس يعني اهم ميزه فيه أو اكبر ميزه فيه انه تقريبا اذا في برنامج نزل على لينكس حتلاقيه في في ارتش لينكس لو نضغط على الريبوزيتوريز او المستودعات اللي هي مثلا تحتوي على البرامج فهذه البرامج كلها تكون على لينكس يعني يعني مرفوعه على مستودع معين ففي الكور تلاقي ممكن هذه البرامج في الاكسترا ممكن هذه البرامج في كوميونتي هذه البرامج فزي ما شايفين كل مستودع يعني يحتوي على برامج معينة فنقول مثلا انك ما لقيت برنامجك في هذه المستودعات كلها مرة وهو نزل البرنامج هذا مثلا ممكن على اوبونتو وبس انت ما انت ملاقيه هنا ارتش لينكس فيه ميزة يعني ما هي موجودة في توزيعات الثانية اللي هو مستودع الاي او وهو مستودع مبني من المجتمع حق ارتش لينكس يرفع عليه البرامج اللي مي موجودة في المستودعات فمثلا لو انت تبغى يعني تضيف المستودع هذا او تشغله تجي تضغط على الثلاثة الزرير هذه ناس ايش اسمها بالانجليزي بس تضغط على preferences هيطلب منك الباسورد تدخلها وزي ما شايفين هنا تجي تقدر تختار على ما في الثيرد بارتي ثيرد بارتي تضغط هنا على enable AUR وزي ما شايفين يعني دحين احنا شغلنا الاي وكمان يعني خليه كمان يشيك على التحديثات للبرامج اللي انت حملتها عن طريق الاي ار ومن المستودعات الثانيه اللي هي الفلات باك اذا انت على ارش لينكس اشوف انه يعني ما تستخدم الفلات باك والسناب لانه الاي ار يقوم بمقامها يعني وانا اعرف انه في برنامج مو موجود في مستودعات ارتش لينكس الرسميه اللي هو جوفر لي فخلونا نبحث عنه جوفر لي معليش نبحث هي بس قاعدين نغلط نضغط جوفر لي داش بن ونبحث عنه فزي ما انتم شايفين جاب لنا البرنامج هذا واللي هو برنامج يعرض لك الاف بي اس في الالعاب فزي ما شايفين لما بحثنا عنه جانا هذا البرنامج وجايب لك المستودع ايش هو المستودع اللي انت بتحمل منه واللي هو الاي او ار فنقدر ننزل البرنامج واذا انت مثلا يعني لاحظت هذا الشيء اللي هو جايب لك بدل انستول جايب لك بيل ولو انت مطلع او تستخدم الكمبيوتر بشكل كبير تعرف انه البرامج يعني مثلا لما يبرمجوها ويعني بج... يعني يخلصوا يعني للناس يسووا لها بيل لما انت تيجي تحمل برنامج مثلا في ويندوز تحمل الانستولر هذا برنامج تم بناؤه ففي ارتش لينكس اذا ما كان البرنامج عندك او على توزيعة ارتش لينكس تحتاج انت تبنيه فهذا السبب انه جايبين بيلد بدل انستول ولو نبحث عن مثلا يعني كوفرليف ليف بس من دون داش بن حجينا هذه البرامج الثلاثه داش بن اللي هو مثلا برنامج تم بناؤه وتقدر تثبته تح من دون بناء على نظامك او توزيعتك ولو انت تبني برنامج لسبب معين تيجي تضغط على جوفرلي وزي ما شايفين يجيب لك بيلد وتبنيه وعلى حسب البرنامج ممكن ياخذ يعني مثلا دقيقه او دقيقتين او ممكن عشر دقائق لبناء البرنامج فاذا كان برنامج صغير او خفيف يعني ممكن ما ياخذ وقت طويل في البناء ولو تلاحظوا هنا مكتوب جوفرلي داش جيت جوفرلي داش جيت هو اخر نسخه يعني المطورين الان شغالين عليها على جيت زي ما أنت عارفين كل البرامج او المشاريع المفتوحه المصدر تكون موجوده على جيت هوب او جيت لاب فداش جيت انت ايش بتسوي انت بتنزل اخر نسخه مرفوعة على جيت هوب وتثبتها على نظامك في العاده هذا شيء ما انصحه لانه يعني هم لسه شغالين على ذيك النسخه فممكن ما تكون مستقر فهذا يعني ممكن دخلت مره بشكل جدا كبير في الاي فخلونا نرجع للنظام نفسه فزي ما شايفين يعني تقدر تختار الديفولت ابلكيشنز يعني مثلا في البراوزر تبغى مثلا مو في فايرفوكس اذا مثلا ممكن تستخدم بريف او جوجل كروم تقدر تغيره هنا والبرنامج الايميل اذا ما يعجبك ثاندر بيرد تقدر تختار برنامج ثاني واليتيليتيز اللي هي برنامج مثلا فايل مانجر تبغى برنامج ثاني او التيرمينال اللي هو اغلب الناس يغيروه مثلا عنده تيرمينال معين هو يحبه يجي يغيره هنا فلو تيجي هنا كمان اذرز تقدر تختار البرامج الثانيه هنا ولكن انا يعني بخليها زي ما هي ومن الاشياء الجميله يعني اغلب توزيعات لينكس تسويها او لك اللي هي الفاير وول يعني مثلا زي ويندوز ديفندر بس احسن من ويندوز <applause> ديفندر اذا انت فاهم تقدر تعدل عليه ولكن خليه زي ما هو هم مضبطينه وكمان من الاشياء اللي يعني الحلوه اللي يسويها منجارو او نظام منجارو انه يسهل لك اشياء جدا كثيره فمثلا تيجي هنا منجارو سيتنجز مانجر يفتح لك هذا النافذه تقدر تختار الكرنل اللي هو النواة لينكس فاذا انت مثلا نزل تعريف معين لكرت الشاشه او معالجك في نسخه مثلا نقول 16 تيجي هنا تضغط على انستول يثبت لك النواة 5.16 اللي فيها تعريف كرت الشاشه حقك او المعالج فزي ما شايفين مرة سهلوا كيف انت تحمل النواة ولو تبي تضبط مثلا اللغة عندك تيجي هنا ولو مثلا تبي تضبط اللوكل يعني مثلا فين محلك في العالم او اللي هو مثلا تبي تضبط الساعة حقتك او يعني مثلا زي ما شايفين الفورمات انا جايب لي الاردو اللي هي اللغة المستخدمة في باكستان فلو مثلا نبي نغيرها يعني مثلا ريموف نضغط فزي ما شايفين ممكن يتغير معانا يصير بالانجليزي خلينا ندخل ال... ندخل الرقم السري أحس ما تغير ممكن لما أسوي عادة تشغيل تغير اللي هو مثلا يعني جايب يعني التاريخ بالأردو وعلى فكرة هو جاب لي الخيار هذا في وقت ما أثبت النظام ولكن أنا سويت له تخطي ما اخترت الإنجليزي من الأشياء الحلوة الثانية اللي يسهل لك هي نظام منجارو أو توزيعة منجارو واللي هي تسهيل تنزيل التعريفات لكمبيوترك فمثلا ندخل طبعا انا في فيرتشوال ماشين فما زي ما شايفين ما في اشياء كثير واضحه فلو مثلا انت محمل كرت الشاشه حق نفيديا يجيك مثلا أنه هو مثبت لك النسخه اللي مثلا مغلقه المصدر واللي هي يعني النسخه اللي اقترح عليها عليك انك تستخدمها لأنه نسخه التعريفات المفتوحه المصدر حق نفيديا ما ما منها فايده وبالنسبه أم دي مثلا اذا انت كنت تستخدم كرت شاشه حق ام دي تعريفات المفتوحه المصدر مره تمام حتى في تعريفات مغلقه المصدر وغالبا الحين هم ينزلوا الميزات الجديده في تعريفات مغلقه المصدر وحبه حبه ينزلوها في تعريفات المفتوحه المصدر وكمان من الاشياء الثانيه اللي ممكن تجي تظهر لك هنا اللي هي مثلا يعني اذا انت كنت مستخدم بطاقه واي فاي حتظهر لك هنا واذا انت كنت مستخدم ممكن كاميرا ممكن تجيك هنا فعلى حسب كمبيوترك وش انت مستخدم فيه له من اجزاء حتظهر لك هنا ممكن وممكن ما تظهر لك فزي ما شايفين يعني ضغطنا على شو اول ديفايسز فجاب لنا لنا مثلا نتورك كنترولر اللي هي بطاقه ال يعني النتورك فزي ما انتم شايفين انا مثبت كنظام افتراضي فمو جايب لي البطاقه اللي يعني انا مستخدمها في كمبيوتري فاذا انت مثلا بتبحث عن تعريف معين لجزء معين تقدر تضغط على شو اول ديفايسز ويجيب لك الاشياء هذه وهذا شيء مثلا زي ديفايس مانجر في ويندوز فهذا شيء مره حلو ومره مسهلينه توزيعة منجارو ومن الأشياء اللي ممكن تعجبك في نظام منجارو إنه في تيرمينال ينزل لك من فوق الشاشة فلو تضغط كنترول ألت و تي يجيب لك التيرمينال هذا اللي من فوق ينزل ممكن انت مثلا تكون في البراوزر وتبغى تسوي شيء على السريع في التيرمينال وما تبغى يعني مثلا تفتح التيرمينال بالكامل تدخل الامر اللي انت تبغاه فمثلا نقول ls فزي ما شايفين ولو نبغى نشوف مثلا ايش الامر اللي دخلناه مره ثانيه نضغط مثلا كنترول الت تي ومره ثانيه يجينا ومن الاشياء اللي عملوا عليها مطورين منجارو اللي هي مثلا تضبيطه للالعاب فمثلا وانت تستخدم ستيم تيجي هنا على الجيمز تلاقي انه ستيم مثبت مسبقا وتقدر تشغله وزي ما شايفين بس تسجل دخول ويشتغل معاك ستيم فهذا شيء ممكن يعني يفيد الجيمرز بينك فتقييمي لتوزيعة منجارو هي ممتازة جدا لأي شخص جديد على لينكس ويبغى أجدد البرامج لأنه زي ما نعرف أرتش لينكس موجودة فيلو أجدد البرامج اللي تنزل على لينكس، فتوزيعة منجارو سهلت يعني استخدام أرش لينكس بشكل جدا كبير للمستخدم الجديد. فهذه تغطية لتوزيعة منجارو. فإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير. واكتبوا لي في الكومنت هل استخدمتوا توزيعة منجارو وعجبتكم او تستخدم توزيعة ثانية لارش لينكس مثلا زي اركو وغيرها فاكتبوا لي في الكومنت ايش التوزيعات اللي تستخدموها او اللي انتم تبغوني اغطيها في الفيديوهات الجاية ومن الاشياء اللي كنت مفكر اني اسويها من فترة طويلة انه نبني مجتمع عن لينكس او يغطي لينكس فاذا انت مثلا تبغى تكون جزء من مجتمع مثل هذا انا سويت قناة على التليجرام تقدر تروح تنضم هناك وتكون جزء من افراد يهتموا بنظام لينكس او الانظمه المفتوحه المصدر او حتى البرامج المفتوحه المصدر فنقدر نتناقش في هذه المواضيع ونكون منصه لاي شخص مهتم بانظمه لينكس والبرمجيات المفتوحه المصدر فرابط الانضمام لهذه القناه هتلاقوه في الديسكريبشن كان معكم اخوكم احمد بلوشي والسلام عليكم